طلاب عندنا الاكزامبل الثالث اللي هو ديزاين ذا فولوينج كويشن ومنطيني هاي المعادله اللي في اوت ساوي 30 تكامل في ان بديتي ناقص 40 في 2. هنا عندنا هذا شيء يمثل لي، هذا يمثل لي دائره الانتجريتر، دائره التكامل اللي شرحناها هسه، وهذا يمثل لي الانفيرتر. هاي المعادله بالتصميم نجي نرسم كالاتي، هذا يمثل دائره الانتجريتر، نجي نرسم دائره الانتجريتر سيركت الدائره التكامليه اللي هاي مقاومه وهذا سي، ونجي نرسم الثاني نرسم دائرة الانفيرتر، هاي دائرة الانفيرتر، هاي دائرة الانفيرتر، بس نربط بين دائرة الانفيرتر لبين دائرة الانتجريت سيركت نربط مقاومة اللي هي R1. دائما الربط بين الدوائر هو مقاومة R1. هسه نفس هاي دائرة، هاي لحد هنا هاي دائرة شو مثلها دائرة الانفيرتر وهاي دائرة الانتجريتر، والربط بين هاي الدائرة اللي بين هاي الدائرة هي R1. نجي احنا نجي للتصميم، التصميم شو يقول؟ لازم نطلع قيمة الـ R ونطلع قيمة الـ C، وهنا نطلع قيمة الـ R3 والـ R2 والـ R1. نجي للحالة الأولى نطلع قيمة من؟ قيمة الـ R والـ C. واحنا ايش عندنا؟ عندنا بالدائرة التكاملية 1 على RC يساوي 30 اللي هي قيمتها. نجي نفرض الـ C يساوي 0.1، إذا الـ R قيمتها هاي، هذا انتهينا. طلعنا قيمة السي، الفرض دائما يكون على من؟ على الار دي او السي المكثف، دائما ما يصير نفرض على الار انبوت. نجي للانفيرتر نفس الحالة، عندي ار 3 على ار 2 يساوي ل 40 اللي هي هاي ال 40 الفولتية الثانية الداخلة بالدائرة الثانية، وار 3 على ار 1، ار 1 هي الربط بين هاي الدائرة اللي بين هاي الدائرة، نفرضها تساوي لك واحد دائما هاي مقاومة الربط الار دي على من؟ على ار 1 تساوي لي واحد. نجي نفرض اذا فرضنا ار 3 يساوي لي 40 فرضيا، اذا ار 2 طلعنا قيمتها، وار 3 40، اذا ار 1 طلعنا، اذا طلعنا ار 2 يساوي لي 1 كيلو وار 1 يساوي لي 40 كيلو. طلاب عندنا الاكزامبل الرابع، الاكزامبل الاخير بالنسبه لدائره الانتجريت سيركت اللي هو هذا، هاي دائره الانتجريت سيركت، هاي دائره الانتجريت سيركت، بس شنو بالانبوت مالها؟ جمع ار1 ار2 في1 في2. نجي نفس القانون هاي عباره عن اثنين فولتيات داخل اثنين، اذا في اوت تساوي سالب 1 على ار سي تكامل في انبوت دي تي ناقصا 1 على ار سي تكامل في 2 دي 2. نفس الحاله لان فولتيات عندي اثنين، اذا دائرتين تكامل موجوده عندني، وهاي مرسومه دائرتين لان فولتيات الداخل اثنين، وهذا الاكزامبل بس منطيناه كعدد يوسينج ستدي اوبريشن امبليفاير تو ديزاين في اوت، ايش منطيناه؟ ناقص 4 تكامل في انبوت ناقص 3 تكامل في 2 دي 2، هاي الدائره الاولى وهاي الدائره الثانيه، ومنطيني هاي ناقص 4 يعني 1 على ار سي، والناقص 3 1 على ار سي، دائرتين فقط نرسم الرسم هذا الموجود ونحط القيم مالته لا اكثر ولا اقل. هذا لحد هنا انتهى، هذا انتهى دائرة الاوبريشن بالفاير. والطلاب لان ما انا على السريع جاي اشرح لان ما يتحمل اذا ابقى اكثر من هذا ما يتحمل.